السؤال الثالث، بين هل للدالة اف قيمة كبرى شاملة أو قيمة صغرى شاملة في الحالات التالية. لنتناول الحالة الثانية، لاحظوا لدينا الدالة اف المعرفة على كل R ومستقرها كل R، يريد مجال الدراسة R ومجموعة القيم R، والمعطاة بالعلاقة fx التي تساوي x ناقص 2 بالقيمة المطلقة ناقص x زائد 1 بالقيمة المطلقة. السؤال الثالث، بين هل للدالة f قيمة كبرى شاملة أو قيمة صغرى شاملة في الحالات التالية. f معرفة على R ومستقرها R، معطاة بالعلاقة fx التي تساوي x ناقص 2 بالقيمة المطلقة ناقص x زائد 1 بالقيمة المطلقة. طبعا هنا مطلوب إيجاد هل لهذه الدالة قيم كبرى شاملة أو قيم صغرى شاملة. طبعا بسبب وجود القيمة المطلقة لا نستطيع فعل أي شيء قبل ما نفك القيمة المطلقة. بدنا نفك القيمة المطلقة للمقدار x ناقص 2 والمقدار x زائد 1 بآن واحد. بدي فك القيمة المطلقة المقدار x ناقص 2 والمقدار x زائد 1 بآن واحد. لذلك هنا لدينا ما الغاية من فك القيمة المطلقة؟ عندما نفك القيمة المطلقة ستؤول الدالة إلى اجتماع عدة فروع، هذا حسب إشارة ما داخل القيمة المطلقة، وهذا حكي نعرفه. نعم، بعدما أن نكتب الدالة على شكل اجتماع عدة فروع نستطيع معرفة قيم الدالة والوصول إلى ما نريد. لذلك انظر إلى الحال في الواقع، للوصول إلى قيم هذه الدالة نفك القيمة المطلقة، وذلك بدراسة إشارة ما داخل القيمة المطلقة وعليه تؤول الدالة إلى اجتماع عدة فروع وفق التالي. إذن للوصول إلى قيم الدالة نفك القيمة المطلقة، وذلك بدراسة إشارة ما داخل القيمة المطلقة وعليه تؤول الدالة إلى اجتماع عدة فروع. نعم هون طلاب أنا رح فك الإكس ناقص 2 رح ضعها بسطر، والإكس زائد 1 راح ضعها بسطر، والدالة ككل راح ضعها بالسطر الثالث. طبعا إكس ينتمي إلى كل R، يعني إكس ينتمي من ناقص ما لا نهاية المفتوح حتى الزائد ما لا نهاية المفتوح. انظروا جميعا، سوف أعبر عن فك القيمة المطلقة من خلال هذا الجدول الموضح لدينا جميعا. لاحظ عيني في السطر الأول لدي إكس، إكس مجالها من ناقص لا نهاية حتى الزائد لا نهاية. في السطر الثاني سوف أضع x ناقص 2 بالقيمة المطلقة، هذا المقدار راح فكه هون. نعم في السطر الثالث راح أضع المقدار x زائد 1 بالقيمة المطلقة، نعم وراح فكه في هذا السطر. في السطر الثالث نعم وفي السطر الأخير سوف أضع الدالة fx، وذلك هذه الدالة ناتجة عن طرح هذين المقدارين، طرح السطر التالي مع السطر الثالث أحصل على السطر الأخير. بإجراء طرح السطر التالي مع السطر الثالث أحصل على السطر الأخير. خلونا بالسطر الأول، المقدار X ناقص 2 راح نفكه. أنا عمليا بدي أدرس إشارة ما داخله، عدمت الـ X ناقص 2، X ناقص 2 وين بتنعدم؟ عند الاثنين. قبل اثنين شو بتكون؟ سالبي، والقيمة المطلقة للسالب معكوسه. يعني أنا بعرف أنه إذا كان لدي مقدار بالقيمة المطلقة مشان نتذكر مع بعض، عندئذ القيمة المطلقة للمقدار تساوي المقدار نفسه. لما x أكبر تماما من الصفر، والتي تساوي ناقص x لما x أصغر تماما من الصفر. هذا هو مبدئي في العمل. x ناقص 2 نعد ما تساوت الصفر عند 2 قبل 2 بتكون سالبي. أنا ما عم بدرس إشارة، أنا عم فك القيمة المطلقة بجدول شبيه بجدول الإشارة. نعم قبل 2 x ناقص 2 سالبي، والقيمة المطلقة للسالب هي معكوسه، يعني ناقص x ناقص 2، وأنا دخلت الناقص على القوس قامت طلعت معي ناقص x زائد 2. بعد 2 الإكس ناقص 2 موجبي، والقيمة المطلقة للموجب نفسه، وضعت إكس ناقص 2. في السطر الثالث لدي إكس زائد 1 بالقيمة المطلقة. أيضا مشان فك القيمة المطلقة بدنا ندرس إشارة ما داخل القيمة المطلقة، عدمناه، ساوى الصفر
الاكس زائد واحد وين بيساوي الصفر عند مين؟ عند الناقص واحد. تساوي الصفر عند الناقص واحد. قبل الناقص واحد الاكس زائد واحد ماذا يكون؟ سالب ولا موجب؟ سالب. هو نفسه مضروب بإشارة ناقص، يعني أنا عندي إكس زائد واحد بدي قيمة المطلقة لما يكون سالب بضربه بسالب اللي هي ناقص إكس ناقص واحد وضعته هون، ولما إكس أكبر من الناقص واحد يكون الإكس زائد واحد موجب والقيمة المطلقة للموجب نفسه. في السطرين الثاني والثالث أنا شبيهات بجدول الإشارة، هدول أنا درست أو فكيت القيمة المطلقة بناء على دراسة الإشارة. هلق السطر الأخير راح أطرح السطر الثالث من السطر الثاني، يعني السطر الأخير هو F الإكس التي تساوي X ناقص 2 بالقيمة المطلقة ناقص الإكس زائد 1. خلونا مع بعض من ناقص لا نهاية حتى الناقص 1 على هذا المجال، على هذا المجال من ناقص لا نهاية إلى ناقص واحد. الإكس ناقص اثنين كانت ناقص الإكس زائد اثنين، والإكس زائد واحد كانت ناقص الإكس ناقص واحد. خلينا نطرح الثلاثة من اثنين، السطر الثالث من السطر الثاني. طلاب ناقص إكس زائد اثنين ناقص الناقص إكس ناقص واحد، يعني ناقص إكس زائد اثنين زائد إكس زائد واحد. ناقص إكس زائد إكس راحت، اثنين ناقص 2 زائد 1 3، 2 زائد 1 والتي تساوي 3، يعني هذه الدالة قيمتها 3 على المجال من ناقص لا نهاية حتى الناقص 1. لشوف عند الناقص 1 شو وضعها. لما X تساوي الناقص 1 الـ X زائد 1 موجود بالصدر الثالث معدوم. ما هو وضع الـ X ناقص 2 عند الناقص واحد؟ لأرى وعوض الناقص واحد، ناقص واحد ناقص اثنين، ناقص واحد ناقص اثنين ثلاث، أليس كذلك؟ تطرح السطر الثالث من السطر الثاني، ثلاثة ناقص صفر والذي يساوي ثلاثة. هذا الكلام عند الناقص واحد. حطيت ثلاثة هون. هلق على المجال المفتوح من ناقص واحد حتى اثنين المفتوح، السطر الثاني كان ناقص X زائد 2 والسطر الثالث هو X زائد 1. خلينا نطرحهم مع بعض، ناقص X ناقص X ناقص 2X، ها هي 2 ناقص 1 يعني زائد 1. نعم، يعني في X اللي هي X ناقص 2 بالقيمة المطلقة ناقص X زائد 1 بالقيمة المطلقة تساوي ناقص 2X زائد 1 على المجال المفتوح من ناقص 1 مفتوح حتى 2 المفتوح. تمام، هلق عند اثنين، عند اللي بدي وصل لعند اثنين شو رح يصير معي؟ عند اثنين الاكس ناقص اثنين شو بتكون؟ عند اثنين صفر، عوض فيها، اثنين ناقص اثنين صفر. نعم، الاكس زائد واحد عند اثنين نفسه اكس زائد واحد. نعم، راح عوض فيها اثنين، اليس كذلك؟ انا عم بشتغل عند اثنين، عوضوا لي هون اثنين، اثنين زائد واحد ثلاث، هون ساوت الثلاثة، عند اثنين ساوت الثلاثة. السطر الأخير قيمته في الإكس عند اثنين، بطرح السطر الثالث والسطر الثاني، يعني صفر ناقص ثلاثة، صفر ناقص ثلاثة والتي تساوي ناقص ثلاثة. تمام، إذا في الإكس ساوت الناقص ثلاثة عند إكس تساوي اثنين. نعم، هلا لما اكس اكبر تماما من 2 على المجال المفتوح من 2 حتى الزائد ما لا نهايه، على المجال المفتوح من 2 حتى الزائد لا نهايه، الاكس ناقص 2 قيمتها او هي اكس ناقص 2 والاكس زائد 1 هي بالقيمه المطلقه هي اكس زائد 1. راح اطرح السطر الثالث من السطر الثاني، اكس ناقص اكس راحت، ناقص 2 ناقص واحد ناقص ثلاثة، هاي هي. نعم، وعليه طلاب هذا الدالة تأخذ قيمة الثلاثة بأبعاد النظر في السطر الأخير من هذا الجدول،
بمعاني النظر في السطر الأخير من هذا الجدول. الدالي أخذت قيمة الثلاثة على المجال من ناقص لا نهائي حتى الناقص واحد المغلق. الدالي أخذت قيمة الناقص 2x زائد 1 على المجال من ناقص 1 المفتوح حتى 2 المفتوح. الدالي أخذت قيمة الناقص 3 على المجال من 2 المغلق حتى الزائد لا نهائي. يعني آلت الدالي إلى اجتماع ثلاثة فروع. يعني f الx تبعتنا صارت بهذا الشكل، ساوت 3 لما x تنتمي المجال من ناقص لا نهائي إلى ناقص واحد المغلق، يعني بحيث أن x أصغر أو تساوي ناقص واحد. الدالي ساوت ناقص 2x زائد واحد ناقص 2x زائد واحد لما x أكبر تماما من الناقص واحد، أصغر تماما من اثنين. والدالي ساوت الناقص 3 لما x، أنا عم اشتغل من خلال الجدول طلاب، أكبر أو تساوي 2. نعم، آلت مع الدالي إلى اجتماع ثلاث فروع بهذا الشكل طلاب. f x تساوي 3 بحيث أن x أصغر أو تساوي ناقص 1، f x ساوت ناقص 2x زائد 1 بحيث أن x أكبر تماما من الناقص 1 وأصغر تماما من الزائد 2. هذا الجدول اللي أنا متوقع كتبته، هذا الفروع هلا قاعد برجع بعيدهم. f x ساوت الناقص 3 بحيث أن x أكبر أو تساوي الزائد 2. هلا بإمعان النظر في الفروع، بإمعان النظر في هذه الفروع. نعم، لاحظوا طلاب، أكبر قيمة أو عفوا الدالي الفرع الأول ثابت. f x تأخذ قيمة 3 على المجال أو لما x أصغر تساوي ناقص 1. f x أخذت فرع متغير هو ناقص 2x زائد 1 بحيث أن x أكبر تماما من الناقص 1 وأصغر تماما من الزائد 2. وf x أخذت قيمة الناقص 3 بحيث أن x أكبر أو تساوي الزائد 2. نعم، لمعرفة قيم الدالي، نعم هون علينا معرفة مجموعة قيم الفرع الثاني، لذلك علي أن أحصر الفرع الثاني. وحصر الفرع الثاني أمر سهل، لماذا؟ لأن الفرع الثاني بالإكس المعرف عليها محصور بين الناقص واحد والزائد 2، لذلك هون من الواضح أن الفرع الأول ثابت ويساوي 3 والفرع الثاني ثابت ويساوي ناقص 3. لدينا الفرع الثاني ولنحصر مجموعة قيم الفرع الثاني انطلاقا من إين؟ انطلاقا من أنه X أكبر تماما من الناقص 1 وأصغر تماما من 2. خلوني ابني جسم الفرع الثاني. انطلاقا من أن x أكبر تماما من الناقص 1 وأصغر تماما من 2، خلوني ابن جسم الفرع الثاني طلاب. لاحظ، لأن أو لدينا x أكبر تماما، هو ما عندي يساوي، x أكبر تماما من الناقص 1 وأصغر تماما من 2. نعم، لدينا x أكبر تماما من الناقص 1 وأصغر تماما من 2. نعم، هون شلي إشارة اليساوي هون. لما X أكبر تماما من الناقص 1 وأصغر تماما من 2، راح أبني جسم الدالي. جسم الدالي هو ناقص 2X زائد 1. نعم، لاحظوا طلاب، هذا يؤدي، مشان يبنى معي جسم الدالي بضربه بناقص 2. نعم، بدي أضرب بناقص 2 بتنقلب التراجح، بصير ناقص 1 بناقص 2 زائد 2. إشارة الأكبر تماما صارت، إشارة الأصغر صارت أكبر، والإكس بناقص 2 ناقص 2 إكس أكبر تماما من 2 بناقص 2 اللي هي ناقص 4. لاحظوا كمان هو شل يساوي، وهون كمان شل يساوي، لدي ناقص 2 إكس الآن ببناء جسم الدالي أجمع العدد واحد، أليس كذلك؟ أجمع العدد واحد، لاحظوا عليه ناقص 2x
زائد واحد، نعم جمعته إلى الفرع الثاني ناقص 2x زائد واحد، الفرع أو الطرف أقصد بالفرع الطرف، فالطرف الوسطاني جمعت الزائد واحد مشان ابن الفرع الثاني. لاحظ الفرع أو الطرف الموجود في أقصى اليسار أجمع له لعدد واحد، 2 زائد واحد 3، نعم والفرع الثاني بجمع له واحد قلت ناقص 2x زائد واحد، والفرع الموجود في أقصى اليمين هو ناقص 4 بجمع له واحد صار ناقص 3. طلاب الفرع الثاني ناقص 2x زائد واحد محصور بين مين ومين؟ أكبر تماما من الناقص 3 وأصغر تماما من الثلاثي، يعني الفرع الثاني لا يصل إلى الثلاثي ولا يصل دون الناقص ثلاثي. نعم يعني قديش من تحركت إكس على المجال من ناقص واحد حتى اثنين، قديش ما تحركت إكس على المجال من ناقص واحد حتى اثنين؟ الفرع الثاني نعم بده يكون ما راح يوصل الناقص 3 وما راح يوصل الثلاثي، لذلك اقول ان الثلاثي الموجود هي بالفرع الاول هي ماذا اريد الاجابه؟ لعدد الثلاثي ماذا سوف يكون؟ قيمة كبرى شامل للدالي. ناقص 3 ماذا سوف تكون؟ قيمة صغرى شامل للدالي، والثلاثي قيمة كبرى شامل لهذه الدالة.